استنقع نسخ يا ابني يا بطل برافو الاماكن المظلمه اللي كلياتها وحوش انا فكر انه سهل كتير تقدر تربح المصاري بالرهانات الفاضيه يا ابني اسمعني منيح يا مجيد هدول اللي شايفون عم يلعبوا لعبه الشياطين الرجال الحقيقي هو اللي بيربح على طمعه والا راح تكون نهايته مثل ما انك شايف اصحك تساويها بعدين اذا كنت تفكر انك ربحت بهيك مباريات بالحقيقه بتكون خسران يا ابني هذا هو غارفين يا عيني عليك شو الحركات هاي لانك يا ابني رح تكون غرقت بالحرام والمصاري الحرام هذا المستنقع وسخ كتير اصحك تنسخ حالك فيه لانك اذا غرقت فيه ما عاد تقدر تطلع عم تفهم علي يا عيني عليك يا بطل يا بطل يا قرنيس عليك يا بطل قرنيس هو البطل قرنيس انا ما ربيتك على هيك شيء يا ابني مجيد وبحياتي حتى ما فكرت طعميك لقمه حرام يلا خلينا نروح على البيت وصحك تعيد هذا الشي مرة تانية لا تأكل هم فهمت عليك يا بابا فهمت عليك